هنعمل حاجة جديدة. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. احنا النهاردة هنعمل حاجة جديدة ما عملناهاش قبل كده. ايه هي؟ هندي مهلة لغاية اخر الاسبوع الجاي، يعني لغاية يوم الجمعة، مش ديت الجمعة اللي بعدها. اللي عاوز يحضر حاجة يعزفها مع نفسه على الجيتار ويصورها فيديو، انا هعرضها ان شاء الله في الحلقات اللي بعد كده، لما اعمل طبعا اعد الحلقة نفسها يعني. وهتبقى الحلقة ديت مصحوبة بتعليق على العزف دوت، لو في خطوة ممكن يعملها الشخص دوت عشان يتقدم شوية بالعزف بتاعه، او في حاجة مثلا ملفتة للنظر، او حاجة جميلة هنبرزها وهنقول الايجابيات والسلبيات ايه. ما تقلقوش، مش هيبقى يعني مش هطحن الناس يعني ولا حاجة. فكل اللي عنده حاجة حتى لو كان مبتدئ وهو عملها وفرحان بالإنجاز بتاعه دوت، يبعتها لي وأنا هظهرها في الحلقة إن شاء الله وعلق عليها. وأتمنى أن دوت يعني يساعدنا نوعا ما دلوقتي وإحنا كلنا محبوسين بسبب الكورونا ديت. أعتقد إن شاء الله الأسبوعين الجايين مهمين جدا أنكم تبقوا في بيوتكم بإذن الله، وتبقوا كلكم سالمين، وإن شاء الله يعدي الأزمة دي على خير بإذن الله، وكلنا نستقبل شهر رمضان وإحنا كلنا إن شاء الله في أتم صحة، وربنا يعدي الغمة دي عن العالم كله بإذن الله. فياريت تفكر في الموضوع دوت، ولو عندك أي حاجة ابعتها لي وشاركها معايا، وأنا إن شاء الله هعلق عليها وأقول كل ملحوظاتي. مستني الفيديوهات بتاعتكم.